احنا قبل الفاصل استاذتنا الجليله استاذه سميره لؤه، اللي انا سعيد جدا جدا بان انا متشرف بان انا مع حضرتك في استضافه حضرتك في الهيئه الانجليه. فاحنا قبلها كنا ابتدينا نتكلم بقى على ان الدوله المصريه ازاي بتصنع مستقبل جديد لما بتتكلم عن بناء الانسان، وكانها دوت متواكب جدا جدا من الكلام عن الجمهوريه الجديده. واحنا اخترنا يبقى لنا دور، يعني انا بعتبر نفسي احنا وانتوا احنا طبعًا مع بعض اخترنا خلاص احنا واحد طبعًا. فبقى عندنا دور، وهو ان احنا وكاننا نعبد الارض للانطلاقه الجديده. وكان في شويه حشائش وشويه مشكلات متمثله في خطاب الكراهيه. انا خطاب الكراهيه بالنسبه لي بيزعجني جدا. ليه؟ طيب انا بطبعي بحب الناس، وانا اظن الشعب المصري كله بيحب الناس، واصل هذا الكلام اللي بيأكد عليه دايما فخامة الرئيس، واحنا عايزين نأكد عليه طول الوقت، ان احنا بنحب بعض، وليس بنحب بعض ان الحب اللي بيتعلق بان احنا لما بنشوف بعض بنبوس بعض بس، لكن بنحب بعض بمعنى ان احنا بنعيش مع بعض، وبنعيش مع بعض مرتاحين، ما عندناش ازعاج. اللي حصل في الستينات والسبعينات وقبل كده، اللي حصل ده كان مزعج ليا جدا جدا جدا. انا من الاجيال شافت ده، وشافت ده وهي متضايقه جدا، وكان بالنسبه لها شيء مزعج جدا جدا. انا ما زلت مثلا اصدقائي، عندي اصدقاء كتير جدا جدا، عشنا مع بعض لحظات سعيده جدا جدا، لكن فوجئنا ان في ناس مصرين ان هم يعبدوا الله بالكراهيه والدم. وانا اظن ان احنا لازم نعترف ان قد نكون قصرنا في التعامل مع هذا الخطاب، اللي هو خطاب الكراهية، اللي كان محتاج مننا من بدري قوي ان احنا نتكلم عنه ونتعامل معاه ونواجهه. ولعل دي هي جزء من النداءات الموجودة لتجديد الخطاب الديني، ان في ملفات لازم نتكلم عنها. في حاجة اسمها الامن المجتمعي، في حاجة اسمها امن القلوب، في حاجه اسمها ان امن القلوب ده بيشمل ان الواحد يبقى رقيق القلب، ما يبقاش شخص قاسي عنده تمييز وعنده كراهيه وعنده نوع من انواع الاقصاء. مكافحه خطاب الكراهيه المنتدى اختار ان هو يواجهه. ليه؟ طبعا زادت في الاونه الاخيره زي ما حضرتك ذكرت حدة اللغة اللي فيها مين الصح ومين الغلط، زادت فكرة التصنيف. ودايما لما بنيجي نتكلم على خطاب الكراهية مش بناخدها من البعد الديني بس على بس فكرة، لا خطاب الكراهية ممكن يبقى فيه جزء انه في كراهية الجندرية، الرجل والمرأة، كمان الحضر والريف، كمان الغنى والفقر. يعني خطاب الكراهية ده هو خطاب اللي هو دايما بيصنف الناس بأشكال وأجناس وأديان وأعراق بطرق مختلفة. صحيح. أوكي؟ وبالتالي مواجهة ده أنك أنت إزاي تخلق وعي لدى الناس على أهمية أن التعددية، لأن في التعددية هي فيها الغنى، وانت بتخلق ثقافة تعددية ونمط سلوك فيه قابل لمنطقة تعددية، انت بطبيعة الحال هتبص تلاقي سلوك البشر اختلف. صحيح. من غير ما تقول للناس مين الصح ومين الغلط، انت قابل خلاص اني انا مش عايش في الكون لوحدي، وبالتالي في اخرين، وبالتالي طالما في اخرين بقت عليهم مسؤوليه وانا عليا مسؤوليه، وهنا بتيجي انت بتغير في مفهوم، بتغير في اتجاهات الناس. صحيح. وبالتالي منطقه التعدديه والتنوع، وانسى انك انت بتزرع في اللحظه اللي انت بتزرعه فيها في المجتمع، انت بتقدر انك بتخلق جيل واعي بان المجتمع والوان الطيف كلها موجوده وكلها بتخدم على بعضها. وهو الغزل هو اللي بيعمل، يعني احنا عندنا مصطلح الحبل الله المتين. الحبل محتاج خيوط كتير عشان يتغزل ويقوى، مش فتله، مش محتاج فتلة. خيوط وكل ما زادت الخيوط كل ما زادت الوتد بتاعه وقوته. وبالتالي فكر هو ده منطق، ده منطق تفكير. انت محتاج بقى من مؤسسات بدري قوي قوي، ولما بقول مؤسسات بدري قوي وابتدي من اول لبنه هي الاسره، ان الاسره داخل البيت والطفل صغير قبل ما يواجه الحياه هو فاهم اني انا فتله في خيط. صحيح. وبالتالي وانا قابل ان انا فتله في خيط عارف اني انا هبقى قوي. لو انا فتله لوحدي انا هتقطع،
والخيط ده لازم يبقى متعدد ومتلون عشان يبقى شكله يواكب العصر اللي احنا فيه. ولذلك خلقهم، عشان كده احنا مخلوقين متنوعين. يعني انا متصور ان من اهم ميزة، لو هنتكلم شوية عن التدين المصري، من اهم ميزة في التدين المصري اللي هو تدين متنوع. متنوع يعني ايه؟ المصريين سواء ايا كان الدين اللي احنا بنتكلم عليه في مصر قعد يتشرب، وعشان كده هنلاقي تنوعات كثيرة عند المصريين. قعد يتشرب بيئات، يتشرب ثقافات، يتشرب ألوان من الناس، ويفضل متماسك. ولذلك الهوية المصرية لها أعمدة. ولذلك كان من أكتر الحاجات اللي أنا بتضايق منها وإحنا بنتكلم على خطاب الكراهية، فكرة كده أنت عارفاني حضرتك إن أنا بواجهها دايما، فكرة السأرية التاريخية الدينية، إن إحنا يجب ان احنا عمرنا ما عشنا، لازم نكسرها. لازم نكسرها. يعني الكلام على ان في ثأر ديني، هذا الكلام كلام سخيف وما ينفعش وما حصلش. بالظبط. لا لا بتدعموا القيم الدينيه ولا بتدعموا القيم الاسلاميه، ان في ثأريه باي شكل من الاشكال. بس لان في وعي اتبنى مخالف، فالنهارده انت بتعيد بناء الوعي. صحيح. نرجع تاني لفكره بناء الوعي. صحيح. جزء منه الاساس فكره انك بتكسر الموروثات الثقافيه اللي الناس توارثتها من ناس ليها، قد يكون في مصالح معينه لاهداف معينه. اكيد في مصالح. اكيد طبعا. اكيد في مصالح، أكيد كلنا عارفين. طبعا. لكن كمان في الجمهوريه الجديده والاستقرار اللي احنا فيه دلوقتي، انا بقول ان التاريخ هيشهد للمرحله اللي فيها مصر دلوقتي. اه والله احنا في مرحله تاريخيه جميله لازم نحتفل بيها، ونبقى شايفنا وجودنا مع بعض واهتمامنا بتكسير خطابات الكراهيه، مش بس تكسيرها، احنا بنسعى معا لتجريمها.